بشرة خير والله، بشرة خير والله وهلت والبركة في البيت حلت، والبركة في البيت حلت. الحمل دي نعمة وآيات، محتاج منا لرعايات، بالصبر ما تعبوا هتهون ومشاكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل السيدات وكل الآنسات، كل الأمهات وكل البنات، كل الجدات وكل الحفيدات، يا كل الأخوات، لكم مني أرق وأطيب التحيات. في المعدة بالذات زي ما تعودنا يتجدد معكم اللقاء، لأتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات، وبإذن الله تعالى ربنا يقدرنا ونحل كل المشكلات، نقدم كل ما هو جديد ومفيد وسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد. لكل من ترغب في حدوث حمل جديد، ولكل من تنتظر حدث سعيد، ولكل من رزقت بمولود جديد، هنا وهنا بس في بشرة خير هتلاقي نصيحة مخلصة وعلمية وأمينة ومفيدة ووعد، إن ده أكيد. في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على أرقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة، ويمكنكم التواصل معنا عبر رسائل الاس ام اس، وعندنا كم كبير من رسائل الاس ام اس سواء من الحلقة قبل الماضية أو الحلقة الماضية. قبل بس ما أبدأ، في رسالة واسم اسكت جات من العراق وأرسلوا لي رقم تليفون، قسما أن أنا حاولت خلال الأسبوع الماضي أن أنا أتصل بحضراتكم كما وعدتكم، لكن الرقم مش سليم. أرجو ترسلوا رقمكم مرة أخرى إلى كنترول برنامج بدون مفتاح العراق، وسأحاول الاتصال بكم. ومعنا اتصال تليفوني. أم محمد تفضلي. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام يا فندم. حضرتك، أنا بنتي كانت تعلق عند حضرتك. ايوه. والحمد لله حولتها على المركز، الحمد لله حملت دلوقتي في التوأم. كويس قوي. اتفضل حضرتك، هي دلوقتي في الاسبوع ال 11. في الاسبوع ال 11؟ اه. هي دلوقتي بساعد ما عملت تحليل الدم، قلت لحضرتك التحليل كويس جدا، بينزل عليها دم مستمر. ايوه. ضعفها دم جامده، وبعدين تقل تدريجيا تبقى مساحات. عملنا سونار الحمد لله، اجلنا ممتاز. كويس. اتصلنا حضرتك في النبض الحمد لله رب العالمين في الاثنين. رحنا اتصلنا في راحه المركز، نزل تكميل دم كتير تاني، وبعدها بتقل درجات، بتقل تبقى مساحات. بقالها 15 يوم نايم على ضهرها خالص. هو في المركز زودوا لها بس الحقن زياده، مثبتات زياده. فنايم على ظهرها دلوقتي، وبرضك دلوقتي النهارده بتوضع في الدم جامده جدا، وبعدين بتقل درجات حوالي فوتين كده، تغرق فوتين وبعدين بتقل، بس مساحات الدم ما بتروحش. عفوا. وفان في السونار قلت لها في المركز ان في تجمع دموي. ايوه. بس حضرتك نتيجه ايه التجمع الدموي دوت؟ فقلت خطر على اجلنا. وبعدين عايزين نروح دلوقتي عند حضرتك، نروح حضرتك نيجي العياده ولا ما نجيش؟ هتجمع ظهرها يعني مش عارفه نعمل ايه حضرتك، يعني قول لي نعمل ايه بالظبط. اتصلت كذا مره بالعياده عند حضرتك، يقول لي ما تجيش الا ما الدم يوقف. لما ما بيقفش طب نعمل ايه؟ طيب حضرتك بقى، حضرتك بس عايزه ايه؟ عايزه علاج نديه النهارده يقوم الدم يقف بكره. فانت حضرتك تقولي بناخد العلاج وما بيقفش الدم، هو مش هينتهي يا فندم لما ياخد وقت. انا ماشي على العلاج على طول، بس ما قطعناش حاجه. ايوه. انا ما قلتش انك قطعتي، وما قلتش انك قصرتي، وما قلتش ان العلاج وحش. أيوة. ها قلت أيوة ان حضراتكم اللي مش صابرين، يعني بس بقى نستنى لما الدم يقف. ايوه. هنيجي لحضرتك ولا نعمل ايه؟ ايوه هتنتظروا لما الدم يقف. هيقف امتى بقى؟ ده السؤال التاني اللي على طول حضرتك هتقولي ساله لي. انا عارف اصل طباع العيانين المصريين، الله يعلم الغيب. هيقف امتى؟ ده غيب، الغيب يعلمه رب الغيب. لكن متوقع يقف امتى؟ مفيش توقعات، ممكن يقف بعد يوم، ممكن يقف بعد ساعه، ممكن يقف بعد اسبوع، ممكن يقف بعد شهر. تمام. لكن الاستمرار على العلاج. أيوة. والراحه هو اللي هيساعد انه يقف. هيقف امتى؟ ما اعرفش. ما هذاك هو بيقف بديت بمسحات خفيفه قوي قوي بالنهار، بس يبقى مثلا اسبوع 15 يوم مسحات خفيفه جدا بالنهار، وبعدين فجاه ينزل تاني دفعه دم تانيه بطريقه ما عايز اعرف. بس هذاك ده تاثيره ايه ولا ده من ايه؟ انا مش عارفه ده من ايه. من التجمع الدموي اللي ورا الاجنه. أوه. ده ليه؟ لان التوائم عرضه لكده. ده أوه. علاجه ايه؟ علاجه اخذ العلاج والمثبتات. أيوة. والراحة. هيقوم الرد على طول قبل ما اخلص الجملة، ما بناخدهم يا دكتور. لا. ايوه. والانتظار والايه؟ ما بجيش دلوقتي خالص؟ لا يا فندم طبعا لا. والايه؟ والانتظار. ها؟
هو ده اللي حضراتكم مش عارفين تعملوه. انت حضرتك بتتصلي بيا عشان تقولي بص بنعمل كل ده والدم ما بيقفش، قول لنا حاجه بقى نعملها يوم يقف في ساعتها. مش هيحصل، مفيش. تمام. طب قول لنا حاجه نعملها ويقف بكره. مفيش. طب ادينا وقت هيقف فيه. ما اعرفش. طب هيقف باذن الله. طب في ضرر؟ اه طبعا، وجود نزول دم ده معناه تهديد للحمل. لما يكون نزول الدم ده مصاحبه تجمع دموي وراء الاجنه، دي حاجه قد تفصل المشيمه من مكان انغمادها في الرحم. طب ايه اللي يساعد انها تمسك؟ تستريح. اول ما نقول كده ما مستريحه وبينزل. ايوه، ما هو ده العلاج. تمام. من غير ما ايه، ما اصل ده اللي بيحصل عندنا في العياده كل يوم، يعني من غير ما حضراتك زي ما العيانين يلحقونا في الرد. تاخد العلاج، بتاخده، تستريح، بتستريح، عايزين حاجه توقفه، بطلوا الكلام بتاعكم ده، عايزين حاجه تخلص الدم ده بكره. مفيش. تمام. يعني حضرتك الراحه، بس حضرتك الراحه والانتظار. ايوه، والصبر والانتظار. قد ايه ده مثلا؟ في وقت معين ولا حاجه؟ قد ايه؟ الى ان ينقشع الدم. كويس. ينقشع الدم. ده هيحصل امتى؟ ما نعرفش. طب حضرتك بس الحل محتاج عرفت ولا ده كلام سابق عن اوانه؟ طبعا ده كلام سابق لاوانه. لما ننهي المشكله دي الاول، مشكله نزول الدم، يبقى نتكلم فيما بعد ده. الحمل التوأمي عموما عرضة لمشاكل أكتر من الحمل العادي والطبيعي. حضرتك اسمعيني من خلال التلفزيون لو سمحتي. الحمل التوأمي عرضة لمشاكل أكتر من الحمل العادي والطبيعي. لما يكون كمان المشاكل دي نتيجة لأن في تجمع دموي وراء المشيمة، هذا سيزيد من فترة إن الدم ده يفضل موجود. الدم هيفضل موجود فترة أطول لو التجمع الدموي حجمه أكبر. أنا معرفش حجمه، اللي هيعرف حجمه هو اللي عمل السونار. عملنا سونار، طب نيجي لحضرتك العيادة؟ لا. طب نروح المركز؟ لا، احنا خلاص عملنا سونار، شخصنا الحالة، الحل هو في الانتظار واخد العلاج. واذا كان الدم ما بيقفش كل اسبوعين ثلاثة، نقوم نطمن على حجم التجمع الدموي ده اخباره ايه. لكن هو المشكلة هو ان الناس فاكرة دايما ان العلاجات هي سحر، يعني ناخد العلاج فكل حدول. انتوا قلتوا لنا خدوا الراحة والعلاج، طيب ماشي، متوقعين عملنا كده، هي عملنا كده الساعة 12 الظهر، متوقعين بقى الساعة 12 بالليل، الحق يا دكتور ده الدم ما وقفش. وبتقول لحضرتك بقالنا اسبوعين، في الاسبوعين دول اتصلنا بالمركز 5 مرات واتصلنا بالعياده 4 مرات، يعني حضراتكم كل يوم بتعملوا اتصال بمنطقه ما. هو دي طبيعه المريض المصري، هي دي طبيعه الست المصريه الحامل، هو دي المشاكل اللي احنا بتصيبنا، هو ده زي ما قلنا سبب اصابه دكاتره النساء بالامراض القلبيه والذبحات الصدريه. كويس؟ يا جماعه ده مش سحر، حضرتك تاخد العلاج وتنتظره وتلتزموا بيه وبالراحة، وتدعو الله قبل كل ده إن الأمور دي تنقشع. هتنقشع إمتى؟ الله يعلم. أرجو من الله أن يكون قريبا بإذن الله تعالى. في ربط وفي حاجات تتعمل وفي زيارات يجب أنها تتم، كل ده بعد ما الدم ده يترفع بعد التزام الراحة. حضرتك دايما بتقول أن الحامل تعيش حياتها العادي، لكن السيدة دي عندها إنذار بإجهاض وعندها تجمع دموي، ده داعي للراحة التامة. كل السيدات وكل الأنسات، فاصل، وبعد الفاصل نواصل معكم بشرة خير. خير والله وهلت، والله وهلت، والله وهلت، والله وهلت، والبركة في البيت حلت، في البيت حلت، والبركة في البيت حلت، في البيت حلت، الحمل دي نعمة وآيات، محتاج منا لرعاية، الصبر في البيت حلت، في البيت حلت، والبركة في البيت حلت، في البيت حلت، الحمل دي نعمة وآيات، محتاج منا لرعاية، الصبر ما تعب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل السيدات وكل الأنسات، عادت إليكم ومعكم وبكم بشرة خير. بشرة خير شايلها الطير تنور ليل لقلب عليل بيحلم من زمن بطفل جميل. لكل من أكثرت في الليل من الدعوات وابتهلت لرب السماوات أن يهبها طفل جديد من البنين أو من البنات. هنا دائما الموعد وهنا دائما اللقاء. وبشرة خير معنا كم كبير جدا من الاس ام اس. عمري 40 سنة، 6 إجهاضات، بسببه صار عندي عقدة على جدار رحمي خلفي، حجم العقدة من 1 سنتي وصل إلى 4 سنتي. طبعا كلمة عقدة دي هي الأورام اللي فيه، بس قلنا إن الأطباء، لأن أطباء النساء هم أحلى الأطباء لسانا وأعظمهم بيانا وليسوا أصدقهم على الإطلاق،
فبدل ما يقولوا كلمة ورم ليفي، الإخوة في ليبيا بيتضايقوا جدا من كلمة ورم فبيستخدموا لفظ لحمية، وأحيانا ده اللي بيستخدم في السودان، والإخوة في منطقة الشام يستخدموا لفظ العقد الليمفاوية عشان ما يقولوش إنه ورم ليفي، هو في النهاية هو ورم ليفي وليس سببه طبعا الإجهاضات، لكن هو زاد في الحجم مع الزيادة مع تكرار حمل. عامل لي نزيف دايم وعندي وما عندي أطفال، صار لي سنتين وما يتوقف النزيف إلا بأخذ حبوب وإبر. حضرتك محتاجة إلى إجراء جراحة لإزالة هذا الورم أو هذه العقدة، والجراحة لازم يجريها جراح ماهر، لأن هذا الورم يؤثر على إمكانية حدوث الحمل ويزيد من فرص حدوث الإجهاضات، وإجراء الجراحة له مضاعفات، قد تؤدي للالتصاقات، قد تؤدي إلى تقليل فرص حدوث الحمل، لكن مع جراح ماهر الكلام ده هيبقى أقل كثيرا بإذن الله. معنا اتصال تليفوني آخر، تفضل يا مدام علي. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك بشكر أولا حضرتك على التواصل معنا، ربنا يخليك يا رب ودايما يجعلك بشرة خير بإذن الله. أمين يا رب، تفضلي. يا رب دكتور، أنا متزوجة بقالي سنة ونص، عمري 37 سنة. أي فن. وحضرتك في أول زواجي رحت للدكتورة قالت لي إن أنت عندك أكياس شوكولاتة بطانة مهدرة. أوكي. عملت فنم عملية منظار. أي. وعلى طول بعد معرفتي على طول بحوالي شهر يعني عملت على طول العملية، والحمد لله تم إزالة الأكياس، ولكن الدكتور قال لي أنت عارضة أن أنت ترجع لك تاني، فلازم نلحق ونعمل لك حقن مجهري. هو مش حضرتك اللي عارضة، هو أي حد عنده هذا المرض، هذا المرض من أكثر أمراض الطب ارتجاعا. تفضلي. أيوة يا فندم. فهو قال لي لازم نعمل لك بسرعة عملية حقن مجهري. عملت فعلا يا فندم، وبدأت مرحلة الحقن المجهري يمكن من شهر 9 2012، وكان ميعاد الترجيع 24/10، يعني خدت الكورس من شهر من 9/9 لحد 24/10، وتم سحب أكتر من 7 بويضات كويسين، اتخصبوا 4، وتم إن أنا عملية الإرجاع 4 كويس. وللأسف ما حصلش نصيب طبعا، كله بأمر ربنا. عدت العملية فندم تاني حضرتك بعديها ما فيش 3 شهور. أيوة. وتم إرجاع يعني قصدي خد يعني، بس عملت كورس بقى مش مكثف، كان سريع، الأولاني كان لونج تيرم، التاني كان مكثف. حضرتك تم إرجاع 4 أجنة واللي ثبت 1 بس، وبعد كده برضو ما حصلش نصيب. حصل إجهاض يعني؟ يا فندم، هو اكيد هو ما حصلش حمل اصلا يا دكتور. ما حصلش حمل يعني، ما اختبار الحمل كان سلبي بالظبط كده. اصل حضرتك قلتي ثبت 1. لا هو سوري يعني، انا قصدي ان لما يعني حصل سحب الاربعه اللي فضل كمل لليوم الخامس 1. هو حضرتك انتظروا لليوم الخامس. ايوه انتظر لليوم الخامس، ثاني مره انتظر لليوم الخامس. ايوه. وبعد كده ما حصلش برضه نصيب. ايوه فن. فأنا يا دكتور نصيحت حضرتك، هل أعمل عملية الحقن المجهري دي؟ هو طبعا رحت الدكتور تاني وثالث ورابع وقالوا لي أنت حلك حقن مجهري، هل فعلا يا دكتور أنا أقرر العملية؟ ولو قررتها أقررها بعد كم شهر من آخر مرة؟ أنا آخر مرة كانت يعني التحليل بتاعي كان يوم 13/3 اللي فات ده على طول. كان يوم 13/3. حضرتك تنصحني أبدأ تاني إمتى؟ بعد شهرين على الأقل، دي واضحة وصريحة والإجابة لكل السيدات، بعد شهرين على الأقل. لكن مش شرط يا دكتور 6 شهور او سنة او زي. لا لا لا، بعد شهرين على الاقل. بس انا عندي سؤال، هل الاكياس ما رجعتش طوال هذه المدة مع اخذ المنشطات؟ دكتور لا، هو انا اللي حصل ان هي رجعت، بس رجعت حوالي 4 ملي في واحد. الاحجام صغيرة يعني. لكن رجعت طبعا. لكن كان في كيسين كبار، هم دول اللي اتشالوا، كان يمكن 7 سنتي 6 سنتي. لكن رجعت بطريقة صغيرة. طيب انا هجاوب حضرتك يعني ايه بكل ما استطيع مساعدة حضرتك بيه، بس ارجو ان حضرتك تنفذي اللي هقوله وتروحي لحد ينفذ لحضرتك الكلام ده. الكلام ده انا بقوله وزي ما بقول كده، انا ايه دايما بقول لعيانيني كده، انا لا ناقة ليا ولا جمل، انا بحضر العيانين بتوعي كويس للحقن المجهري، عشان كده الحمد لله نسب نجاحهم بتبقى عالية. انا لا اجري، فانا اللي هقوله لحضرتك ده هو التحضير الجيد. اولا لازم حضرتك تروحي للدكتور، أرجو يعني معلش مع الاعتذار الشديد للسادة الزملاء يعني دكاترة الحقن المجهري، ما يكونش هو طبيب حقن مجهري، هم دايما اهتمامهم بأنهم يعملوا الحقن المجهري، وحضرتك يجب تعدي علشان العمايل دي تبقى كويسة.
المشهور عن مرض هجرة بطانة الرحم اللي يصل لدرجة تكوين أكياس شوكولاتية، إنه بيبقى من الأمراض التي تقلل مخزون المبيض من البويضات. هحكي لحضراتكم كده تاريخ طبي سريعا كده. كانت العيانين اللي عندهم الأكياس زي حضرتك كده بيتوجهوا لعمل منظار، فجراحين المناظير زي حضرتي كده يشيلوا الكيس الشوكولاتة، فتروح الست تعمل حقن مجهري فيلاقوا ان مخزون المبيض من البويضات ضعيف. فكان في اتهام دايما من جراحين النساء ان جراحين المناظير بيحدثوا تدمير لمخزون المبيض من البويضات بالمنظار، الى ان اكتشف من سنتين وفي مؤتمر الجمعية الاوروبية اللي حضرته العام الماضي الكلام ده تم التأكيد عليه، ان المرض في حد ذاته مرض هجرة بطانة الرحم يقلل من مخزون المبيض من البويضات، عشان كده لازم حضرتك تعملي تحليل لمخزون المبيض من البويضات. نمرة اتنين، الحاجة التانية ان نوعية البويضات اللي بتطلع في هذا المرض نوعية مش مثالية، حتى لو افتوكي وقالوا لك ده عددهم كبير ونوعيتهم من الدرجة الاولى وده اللي بيقولوه دكاترة الحقن المجهري، لكن قبول هذه البويضات للتخصيب مش عالي. وعشان كده كان اللي حصل في تاني مرة وده اللي بتقوله ستات كتير جدا وراء ان دكاترة الحقن المجهري كلهم منتشرين في الميديا لان بقى بينهم تنافس شديد، فكلهم بيقولوا انا مركزي احسن مركز وانا بنقل اجنة في اليوم الخامس. بنقل اجنة في اليوم الخامس ودي بتزيد نسب النجاح، ده كلام طبيا صحيح، بس لما تبقى الاجنة تتحمل البقاء لليوم الخامس. حضرتك لما انتظروا طمعا في اجنة اليوم الخامس فقدت 3 اجنة واللي فضل جنين واحد، وبالتالي نقل جنين واحد بتبقى الفرص معاه قليلة، وبالتالي يجب التعامل بحذر بده. نمرة 3، ست عندها فشل متكرر لمرتين حقن مجهري يجب دراسة بطانة الرحم جيدا، يعني يمكن هنحتاج ان نعمل سونار ثلاثي الابعاد، جايز نحتاج نعمل لقياس سريان الدم في بطانة الرحم، جايز نحتاج نقيس مخزون المبيض من البويضات بسونار وبالتحليل، هنحتاج نعمل منظار رحمي، كل دي اعدادات جيدة لما يعني حد متخصص يشوف حضرتك هيعمل تحضير جيد عشان لما اعمل بعد شهرين 3 ومش اكتر من كده يبقى ان شاء الله عندي فرص اعلى باذن الله تعالى. معنا اتصال تليفوني آخر. في اتصال معنا؟ ألو؟ أيوة يا فندم، أستاذ مدحت اتفضل. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام يا فندم. الدكتور عادل الله يخليك فينا أفادك الله. إن شاء الله بإذن الله ربنا يقدرني، اتفضل. إحنا جينا لحضرتك من سنتين بالظبط. أيوة فندم. فاتجهنا لأحد الدكاترة عندنا في أسيوطنا، فاتجهنا لحقن المشهري. أيوة. وقبل حقن المشهري عملنا عملية منظار بطن وعملية منظار رحم. ايوه، وللاسف الشديد الحقن المشهري فشل. وارد يا فندم. بعد ما فشل الحقن المشهري بثلاث شهور، أيوة، عملنا اشعه الصبغه اتضح ان في انبوبه مسكره وانبوبه بتفتح تحت الضغط الصبغه. تمام. هل يا دكتور ينفع عمليه تسليك ولا نعمل حقن مشهري؟ احنا جينا لحضرتك من حوالي سنتين بالظبط، فنصحنا الله يخليك. يا فندم بس ما كنتوش عملتوا الاشعه بالصبغه. احنا عملنا اشعه الصبغه اتضح ان في انبوبه بايظة. ايوه. وانبوبة بتفتح تحت الضغط. والمنظار يا فندم وجد ايه؟ المنظار وجد جال سليم، والدكتور رحنا له امبارح قال يحصل منه حمل. طب يا دكتور معاك اشعة صبغة؟ يقول انا ما اقتنعش بالكلام ده. فانت طيب، فيدنا لفضلك الله، هل ينفع عملية تسليك انابيب ولا نعمل حقن مشهري يا دكتور؟ حاضر، انا هجاوب حضرتك. اولا يعني انا كثير بتعرض لهذا الموقف، مره كده قلت لسيده انا ما اقدرش، وده اللي بقوله لكم، ما اقدرش افيد حد في قصه اشعه بالصبغه الا لما امسكها في ايدي وابص عليها، فقامت مصورها لي وبعتها لي صورها وقالت لي ها ايه رايك. ما ينفعش، لازم الاشعه بالصبغه تتمسك في ايد الواحد ويشوفها، لان النظرات ليها والتقييم ليها بيختلف تماما. اما كون ان الاشعه بالصبغه غير قاطعه وان المنظار اكثر قطعا، طبعا، بس حضراتكم بتقولوا تسلسل كده، حضرتك بتقولوا انت جيتولي من سنتين كنتوش لسه عملتوا اي فحوصات، بعديها رحتوا عملتوا منظار قال لكم الانابيب كويسه، بعديها ما حصلش حمل فالتجأتوا للحقن المجهري، فبعد كده لما فشل عملتوا اشعه بالصبغه، الاشعه بالصبغه مبينه ان حل الانابيب مش كويس، حالها مش كويس بقى، يصلح معها علاج وتقييم ليها ولا اللجوء للحقن المجهري؟ ده يعتمد ان انا امسك الاشعه بالصبغه في ايدي وابص عليها. لا، مش هقدر افيد حضرتك تليفونيا او باتصال او بايميل او برساله او لازم ماسك الاشعه بسببها في الايد بعين خبيره تشوفها. الحاجه الثانيه، المنظار اكثر قطعا، بس هو المنظار بعده جرى ايه؟ المنظار ده نفسه
دخل التهابات للحوض اثناء عمايله اثرت بالسلب على الانابيب، حصل ميكروب الكلاميديا اللي كان موجود عامل التصاقات بسيطه في الحوض اللي كتير من الاطباء بتعديها ولا تذكرها في تقرير المنظار، وميكروب الكلاميديا يخلي الانبوبه سالكه بس الاهداف بتاعتها مدمره ولا يحدث منها حمل. هل الطبيب ده استكشف المناطق اللي في البطن وفي الحوض اللي ممكن تكون متاثره بهذا الميكروب اللي مشهور عنه انه يبقى عامل عقم غير مسبب لسنوات طويله ومدمرا لاهداب الانابيب وتبقى كل حاجه كويسه؟ الكلام ده انا مش هقدر اشوفه كده. احنا عايزين الاتي: الاشعه بالصبغه نمسكها في ايدنا، عايزين المنظار له سي دي او صور للمنظار، اما منظار مكتوب له تقرير بخط الايد كما اعلم انه بيتم عندكم، اذا كان مكتوب له تقرير فهو كمان لا يفيد ولا يمكن الاخذ به، زي ما الدكتور قال لكم انه لا يمكن الحكم بالاشعه بالصبغه، ده لا يمكن كمان الحكم بالمنظار لما يكون بهذه الحاله. في اسم اس متزوج من 6 سنوات، حملت زوجتي بعد عمل منظار والرساله لم تكتمل، ارجو ارسالها مره اخرى. معنا اتصال تليفوني اخر. مدام سحر اتفضلي. اهلا. لو سمحت انا عندي تكيسات. ايوه. ورحت يعني الدكاتره كتير بس الدكاتره بتديني منشطات والمنشطات ما جابتش نتيجه خالص ولا ما حصلش حمل يعني. ايوه. وبتجيب لي اكياس يا دكتور المنشطات. ايوه. فانا سمعت حضرتك ومفيش دكتور خالص قال لي خش يعني. يبقى مفيش دكتور عالجك يا فندم. هو العلاج هو ده. سمعت حضرتك فبتابع يعني برنامج حضرتك وهو برنامج جميل وربنا يعني يجزيك عنه خير ان شاء الله. امين يا رب. فانا يعني بخس حاليا وبمشي على الميتوفيرمين. كويس. يعني عايزه اخد اللي هو منع الحمل، بس اي نوع منع حمل يناسبني ولا في انواع يعني معينه؟ والله ده ايه التفكير العلمي المتطور ده؟ ده اذا كان البرنامج ده غير في فكر وعقل واحده بس بالكلمتين اللي حضرتك قلتيهم دول، يبقى انا يعني هبقى مروح سعيد جدا جدا جدا، وادعو الله ان يرزقني الاخلاص في القول والعمل وان يجعل ما نقوله في ميزان حسناتنا. بجد يعني اذا كان تفكير حضرتك وصل ان سيده ما تعرفش عن الطب بتقول ما لا يقوله للاسف بعض الاطباء في عياداتهم، فده يعني انجاز غير مسبوق. انا هجاوب حضرتك حاضر. طبعا اتعملت ابحاث كتيره جدا على تكيس المبايض، وانا يعني برضو عشان الناس تعرف انا المسؤول عن تدريس هذه المحاضره في كليه طب القصر العيني، اكبر كليه في مصر. حضرتك كده حد لو دخل على موقع الكليه ودور على جدول محاضرات قسم امراض النساء والتوليد فهيلاقي ان هذه المحاضره المختص بيها هو شخصي الضعيف المتواضع، وكمان محاضرة الهجرة بطانة الرحم، لأن هذا رأى قسم أمراض النساء أن هذا تخصصي الدقيق فبدرسه. المشكلة إيه؟ اللي أنا بقوله للطلبة لو سمحتوا اسمعوني كده، قسمت بمجموعات بحثية بأبحاث كتيرة جدا على تكيس المبايض، مريضات تكيس المبايض إلى مريضات خدت تنشيط للتبويض، ومريضات عملت منظار لعلاج التكيسات، ومريضات بس غيرنا اللايف ستايل موديفيكيشن، غيرنا نظام الحياة، يعني خست وغيرنا نوعية الأكل. وقارنا بين الثلاث مجموعات في فرص في انضباط الدوره وفرص حدوث الحمل، فالاعلى احداثا للحمل هو لايف ستايل موديفيكيشن، تغيير نظام الحياه، وبالتالي هذا هو الاساس في العلاج. يا سلام لما نعمل الثلاثه اربعه مع بعض يبقى حاجه هايله. فقد الوزن شيء اساسي، افقد قد ايه ده مش هقدر اقوله لحضرتك. ليه؟ هقول لحضرتك حالا. طيب اخد عقار الميتفورمين شيء اساسي، ودايما كل ما نقول لست خسيتي تقول لك خدت مش عارف ايه الفاج، يا ستي خسيتي خدت ده علاج وده علاج، الاثنين ما هماش حاجه واحده. مش خسي معناها خدي الدواء، ومفيش دواء بيخسس ما اخترعهوش ومش هيخترعوه، ان ياخد دواء وافضل اكل اكل عادي وهخس. خسي ده علاج والميتفورمين ده علاج. بعض السيدات بيحتاجوا اقراص منع الحمل، طيب هحتاج اقراص منع الحمل ولا لا؟ واخس قد ايه وعلى مدى قد ايه واستخدم الادويه دي لمده قد ايه؟ ده ما بقدرش احدده انا كده، ده بيتحدد لما نفحص الست فحص بالسونار المهبلي زائد عمل تحليل هرمونات، فتحليل هرمونات هي اللي بتحدد. مش كل انواع اقراص منع الحمل بتنفع، في انواع بتنفع وفي انواع بتجيب نتائج هايله، وفي انواع بتجيب نتائج اضافيه لانها بتحسن نمو الشعر الزائد، وفي انواع ما بتنفعش. برضو الكلام ده مش هقدر افيد حضرتك فيه كده بدون تحاليل موثقه معموله في معمل كويس وفحص بسونار مهبلي، هو اللي بيحدد بقى خطوات العلاج ايه والمده قد ايه وينفع ولا لا ومطلوب الخطوه دي ام لا. معنا اتصال تليفوني اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحتي ارفعي الصوت شويه اتفضلي. الو. ايوه دكتور. ايوه يا فندم اتفضلي. لو سمحت انا ام عبد الرحمن. ايوه.
لو سمحت، انا بنتي متجوزه بقى لها سنتين. ايوه فندم. وما حصلهاش حمل، بس الدكتور الدكتور طلب تحليل الزوج، فعنده نسبه تشوهات في الحيوان المنوي 77%. 77%؟ والدكتور طلب مننا عمل تلقيح صناعي، عملته مرتين فما حصلش حمل يعني. ايوه. فمش عارفه بقى السبب ايه يعني، هل هي نسبه التشوهات عشان عاليه هي اللي عملت تاخر في الحمل ولا ايه؟ طيب انا هجاوب حضرتك. حاضر. ماشي. اولا نسبه التشوهات 77% لوحدها اذا كانت المعايير الباقيه جيده فهي ليست سبب لمنع الحمل. وفي كتير رجاله بيجيوا لي ويقول لي الحق ده انا عم رحت عملت تحليل وقالوا لي نسبه التشوهات 85%، واقول له طبيعي، فيبص لي كده بذهول شديد. يا جماعه، وانا كاتب الكلام ده في مقال منشور على موقع بنات اليوم، ارجوكم تطلعوا عليه على الانترنت، على المعايير التي تؤخذ عند النظر لتحليل السائل المنوي. فتحليل السائل المنوي يختلف طبقا للمعايير اللي حضرتك بتطبقها عليه. فمراكز الحقن المجهري مثلا وتحاليل السائل المنوي اللي بالكمبيوتر بتفترض ان لحد 85% من التشوهات يعتبر طبيعي، وفي مراكز حقن مجهري بتطبق معايير ان لو طلعوا الارقام لحد 90 او 95% من الحيوانات المنوية مشوهة يبقى التحليل طبيعي. فالتشوهات في حد ذاتها ما هياش عامل يؤخذ به بعين الاعتبار الا اذا عرفنا الراجل ده حلل في معمل ايه والمعمل ده بيطبق معايير ايه، لان التشوهات وحدها لا تؤخذ، وممكن تشوهات اعلى من كده ويعتبر تحليل السائل المنوي طبيعي. لكن ما نقدرش نقول ان ده لوحده هو المانع، وما نقدرش نقول ان نعمله تلقيح صناعي يا سلام هو ده الحل. التلقيح الصناعي اسلوب يتميز بانخفاض فرص حدوث الحمل معاه، هو اسلوب فرص حدوث الحمل معاه قليله. فمش من المفترض ان دايما الدكاتره يوجهوا الناس ويفهموهم ان ده هو الحل وانك لما هتعملي ده هيحصل حمل. وكتير من الناس تيجي تقول لي كده وعملت تلقيح صناعي 5-6 مرات ويلاقيني ببص له كده واقول له يقول لي وفشلت كلها، ويلاقيني بستقبل ده بهدوء شديد واقول له ولا اي اندهاش. ليه؟ لان ده العادي والطبيعي، لان نسب نجاحه قليله وغير مؤثره ولا يعتد بيه، هو بيتعمل بس لانه اسلوب سهل وبسيط ورخيص. لكن ما هوش نسب نجاحه عاليه، لكن يجب البحث في الزوجين دول على مشاكل اخرى تسبب تاخر الحمل. لازم الزوجه دي تدرس حالتها الهرمونيه كويس. مفيش كمان عمل تلقيح صناعي او غيره من غير اطمئنان على الانابيب وعمل اشعه بالصبغه، وهي لا يمكن الاستغناء عنها في هذا الظرف. وبالتالي في الكابلز دول، الزوجين دول محتاجين يروحوا لحد اكثر تخصصا عشان يقول كلام اكثر بيانا للمشكله اللي عندهم. معنا SMS كده، دي من الحلقه قبل الماضيه. انا حملت قبل 3 شهور 5 اسبوع، عملت تحليل حمل رقمي نسبته 1500، قليل قوي بالنسبه لخمس اسابيع. قال لي ان الطفل يوجد نبض طبعا وارد ولا نمو، واخدت حبوب لتنزيله وباقي الحبوب تحاميل، يعني بمعنى ان هو لبوسات مهبليه، ومع ذلك لم لي 20 يوم لا يوجد اي دم وتنزل قطعه لحم، هل اعمل كيروتاج ولا لا؟ طبعا 20 يوم سايبه نسيج ميت داخل رحم حضرتك، ثم اذا حصل التهاب فالتهب هذا النسيج فانتقل هذا الالتهاب الى الانابيب فدمر الاهداب الداخليه للانابيب فضاعت فرص حضرتك في الحمل مستقبليا، نرجع نعيط؟ لا، الادويه اللي بتتاخد لاحداث الاجهاض هي الابدى من الجراحه، لكنها بتجرب لمده 2-3 يومين على اقصى تقدير، بتنجح في 50% فقط من السيدات، في 50% الباقيين لن ينجح هذا العقار، ويجب اللجوء الى التفريغ الجراحي، ويجب ان يكون ده معلوما، ويجب ان ده يتم على وجه سرعه. انا حامل في الخامس وعامله عمليه ثقب في القلب، هل في خطوره اثناء الولاده؟ هذا يعتمد على الايكو بتاع حضرتك، الموجات الصوتيه اللي تعمل على القلب، وبيان وظائف الغرف الاربعه للقلب، وقدره القلب الانقباضيه والانبساطيه، ووظائف البطينين. اذا كانوا طبيعيين يبقى حضرتك طبيعيه بعد العمليه ولا مشكله، لكن محتاجه لمحاذير معينه في التخدير وفي المستشفى اللي تولدي فيها تكون مجهزه بتجهيز معين. معانا اتصال تليفوني اخر. مدام منى اتفضلي. عندي اختي حامل في الرابع دلوقتي. ايوه يا فندم. في اول الثالث نزل عليها دم. فراحت للدكتور وكده، فقال لها ان المشيمه اتغيرت مكانها بقت من تحت يعني. هي المشيمه مش غيرت مكانها، هي المشيمه بتتكونش قبل الشهر الثالث، فهو اكيد يعني يقول لها ان المشيمه متكونه تحت مش غيرت مكانها، ده تلاعب بالالفاظ. ماشي يا دكتور. المشكله دلوقتي ان هي عملت التحاليل بتاعت الحمل فطلع الار اتش سالب وجوزها موجب. ايوه فندم. فدلوقتي هو طلب منها ان هي تجيب الحقنه تاخد ربعها دلوقتي وبقيتها وقت الولاده. كلام صحيح. الكلام ده مظبوط ولا لا؟ ايوه كلام مظبوط.
كلام مظبوط؟ كلام مظبوط. طب مظبوط ليه يا دكتور؟ عشان حصل نزيف، وهو المشكله في الناس اللي عندهم الار اتش بتاعهم سالب وزوجها ار اتش موجب، ان لو كان الجنين موجب بيحصل اختلاط بين دم الجنين ودمها فينشط الجهاز المناعي بتاعها فتكون اجسام مضاده. التنشيط ده بيحصل لما دم الجنين يخش جوه دمها. دم الجنين بيخش جوه دمها اذا حصل انفصال للمشيمه، والمثال الاشهر له وقت الولاده. لكن اذا حصل انفصال مبكر للمشيمه او نزل عليها دم في اي فتره اثناء الحمل فهي عرضه ايضا لتكرار الكلام ده. وبالتالي اذا حصل اجهاض منذر، يعني نزل دم على ست حامل والار اتش بتاعها سلبي، او حصل نزيف ما قبل الولاده يعني بسبب مشيمه متقدمه في الشهر الرابع او الخامس نزل على الست دي دم، فالامن والاكثر احتياطا ان الست تاخد حقنه للار اتش بتمثل تقريبا نص لتلت الجرعه الرئيسيه اللي مفترض انها تتاخد اللي هي 300 مايكروجرام، بتاخد من 120 ل 150 مايكروجرام لمنع تكوين الاجسام المضاده حتى لا تتكون وتقتل الجنين الذي في بطنها، لان مشاكل الار اتش تظهر على الطفل الثاني، اما الطفل الاول لا يتاثر لان الطفل الاول هو الذي يحدث التنشيط للجهاز المناعي لحظه الولاده، إلا إذا كانت الطفل في أول السيدة في أول حمل ده نزل عليها دم أثناء الحمل. فما فعله طبيب بتاع أختك هو قمة العلم وقمة الصح، ولذلك لم يرضيكم ولذلك سألتم وراه. أما إذا قال جهلا فكنتم ستتبعوه، وللأسف هذه هي أحوال بلدنا عافانا الله. أنا وقت التبويض بيبقى إمتى؟ وقت التبويض ده ما يتحددش برسالة، ده اسم إسها، وما نعرفش نجاوبه كده، ده بمتابعة التبويض ومعرفة دورة السيدة وبمتابعة معينة. ونزول سوائل أثناء الجماع ده معناه أن يحدث حمل أو يؤثر في حدوث الحمل أم عدمه؟ لا، كتير بنتسأل السؤال ده، هل عدم الرغبة في حدوث الجماع قد تمنع الحمل؟ طبعا لا، المغتصبات يحملنا. طيب هل عدم وجود استمتاع بالجماع يؤدي إلى تقليل فرص حدوث الحمل؟ برضو الإجابة لا، ولنفس المثال اللي ضربناه ملوش علاقة خالص الكلام ده بحدوث الحمل. الحمل بيحدث إذا حصل إنزال للسائل المنوي داخل المهبل في فترة التبويض الصالحة البويضة فيها للتخصيب. معنا اتصال تليفوني آخر، تفضل يا مدام ريهام. ألو. أيوة يا فندم. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك. دكتور انا مشكلتي انا اتجوزت شهر 9 اللي فات. ايوه. وبعدين حصل حمل على طول شهر 10 عرفت ان انا حامل. كويس. بعدين الدكتور رحت للدكتور فقال لي المفروض ان البيبي لسه ما بانش ما وصلش للرحم. ايوه. فقال لي لما تيجي الاسبوع الجاي ممكن يكون ظهر داخل الرحم، لان التبويض ممكن يكون حصل متاخر شويه. ايوه. وبعدين ما كانش لسه برضو الجنين وصل للرحم، فالدكتور لما كشف قال لي جوزك بيشرب سجاير، قلت له اه، فقال لي لا بصي الجنين ده مش الحمل ده مش هيكمل، قلت له طب في اسباب؟ قال لي هاتي لي تحليل جوزك، بس انا بقول لك الحمل ده مش هيكمل لان انت دلوقتي المفروض حامل في شهر ونص، المفروض تكون في اجزاء بانت، العينين اتحطت كهيكل ودين، فانا بقول لك الحمل ده كده مش هيكمل، هو اصلا مش باين عندي لحد دلوقتي. طب انا بس عايز اقول لحضرتك حاجه قبل ما تكملي، بس قبل ما تكملي علشان بس لا نقول الا علما، ها، تحليل زوجك او وجود مشاكل في السائل المنوي او ان جوزك بيشرب سجاير ليس سبب لضعف نمو الاجنه، وليس سبب للاجهاض، والازواج والسائل المنوي ليس سبب للاجهاض، لان الحيوانات المنويه الضعيفه والحيوانات المنويه المشوهه لا تخصب على الاطلاق. فدور الحيوانات المنوية وتحليل الزوج والزوج أن يحدث حمل، فمتى حدث حمل فالأزواج وتحليلهم ليس مسؤولا عن الأحداث التي تلي حدوث الحمل. هو الاتصال انقطع. طيب معانا اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا بيكي. ازيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا. لو سمحت يا دكتور النبي عايز استشير حضرتك. سلام، تفضلي. بنت حامل فول السابع. أيوه. وبعدين كانت عامله حقن مجهري يعني. ايوه. 19. ايوه. وهي الرحم بتاعها احادي القرن. ايوه. وبطنها توأم. ياه. الو. ايوه انا مع حضرتك، اتفضلي. وبعدين هي مسافره، ممكن تركب الطياره وتنزل دلوقتي ولا خطر عليها ركوب الطياره؟ دلوقتي حامل في قد ايه يا فندم؟ في سبع، اول السبع لسه بادئ. تركب الطياره مفيش مشكله. دايما انا اقول لعيانيني كده اقول لهم ولو اتشعبطت في ديل الطياره يعني مفيش اي مشكله خالص.
ولو في الثامن كمان مفيش مشكلة، بس دلوقتي أبدأ من بعدين، لأن السيدة دي عرضة لولادة مبكرة لأنها حامل في توأم وعندها رحم أحادي القرن، فوارد أن يجي لها طلق في أي لحظة، فتركب الطيارة عشان تيجي، عشان تبقى في المكان اللي هتولد فيه، مش عشان الطيارة هتعمل مشكلة، لا، عشان بس وارد أن يجي لها طلق في أي لحظة، لا قدر الله لو اتأخرت شهر ولا حاجة يجي لها طلق وهي على الطيارة يعني. اه يعني مش أي مشكلة خالص على الحمل. خالص بتاتا مطلقا. ماشي، شكرا للدكتور. العفو يا ستي، تجيلك بالسلامه وتقوم بالسلامه ان شاء الله. الله يخليك. الله يخليك. الف سلامه. وطبعا عندها رحم احادي القرن برضو، يعني انا بتبسط، يعني صوت حضرتك سيده بسيطه تماما لكن حضرتك واعيه، عارفه بتقولي، بتقول عندها رحم احادي القرن، ذو قرن واحد، يعني لما العلم بيدخل في الناس بينور عقولهم، الفاظهم بتتغير، تفكيرهم بيتغير، استيعابهم للأمور بيتغير، وهذا هو قيمة العلم، عشان كده بنحترمه وبنصر عليه. المشكلة في بلدنا أن كثير من المتعلمين لا يحترمون العلم، ولا العلم بيغير في تفكيرهم شيء، وده اللي بنحاول أن احنا نغيره، أن نزيل الخرافة والجهل في كل ما يتعلق بالحمل، لأن للأسف أن المادة والتخصص بتاعنا ينتشر فيه هذا بشدة. يعني معانا اتصال تليفوني آخر. مدام وفاء اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا دكتور، أنا صراحة يعني بشكر حضرتك شكر جزير، لأن أنا بحس إن حضرتك موسوعة، ربنا يديك الصحة والعافية. متشكر لحضرتك جدا، أنا متشكر ليكي جدا. ادعي لي بس إن ربنا يعني يهبنا العلم ويحافظ عليه. اتفضلي. الله يكرمك. مرات ابني كانت حملت، وكانت الأول أول ما اتجوزت حملت وسقطت. أيوه. وبعد كده حملت، وفي الشهر التاسع الجنين توفى، ففوجئنا بالوفاة ونزل قيصري. طيب اولا توفى ليه؟ انا ما اناش عارفه، يعني قبل الوفاة بيوم كان في حركة وكان تحاليل تمام، بس هي ضغطها كان بيوطى. لا، الضغط الوطي ملوش علاقة وليس سبب. نعمين، كانت بتحلل سكر والار اتش موجة، وكانت كل حاجة يعني على حسب الدكاترة ما كانت بتقول، وكانت بتتابع، كانت كل حاجة كويسة ما عدا بس جت الشهر الثامن كده الضغط عندها حصل فيه قلق ووطي شوية، وديناها لكذا دكتور قالك لا الحمد لله تمام ما فيش حاجة. طيب السؤال الثاني بقى، عملت قيصرية ليه؟ يعني ليه قيصرية على طفل ميت؟ والله ما أنا ده اللي احنا اتضايقنا له يا دكتور، ده اللي احنا اتضايقنا له وزعلنا جدا من الدكتور ان هو عمل لها قيصرية والطفل ميت للأسف الشديد. يعني مثلا لا، ما جايز الطفل ميت بس بالعرض فما ينزلش. لا لا لا، جايز الطفل ميت بس المية نشفت من حواليه والرحم منقبض عليه فما ينزلش، لكن ما كانش في حاجة من دي. لا لا لا، البنت كانت نازلة في الحوض وكان الوضع تمام وما كانش في أي مشاكل. طيب تمام. وعشان كده احنا حسينا ان احنا معرفش، معلش في الكلمة يعني، جزاك الله كل خير. جات حملت بعديها بست شهور، فوجئنا برضو ان في الشهر السادس حصلت بعض المشاكل، ورحنا للدكتور وعملنا دوبلر وكده، فالدكتور بتاع الدوبلر قال لها انت عندك في مشاكل، لازم كل اسبوع تيجي تعملي دوبلر. الدكتور بتاع النساء قال لها لا 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 لا، انت مش محتاجه. رحنا يا فندم، ده مش محتاجه ايه، هيموت العيل ده اخر، ده 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 استهانه بحياه بني ادم يعني. ما هو ده اللي حصل والله يا دكتور، ما ده اللي حصل للاسف الشديد. جه وديناها عند دكتور برضو كبير، قال لا الحمد لله الحاله طيبه، وعمل لها 3 دي وعمل لها 4 دي، وقال لها لا الحمد لله انت حالتك طيبه ما فيهاش اي حاجه. طيب ماشي. جينا على الشهر السابع لقينا عندها في قلق، فالدكتور اللي هي متابعه عنده قال لها بس ده هي عضله الرحم بيحصل لها انقباض، فاداها حقن واداها برشام، البرشام دون عمل لها الم جامد وتعب ومغص. جت في بدايه الشهر الثامن تعبت، وديناها لنفس الدكتور قال لها لا 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 انا هقرر نفس العلاج، فحتى يعني احنا قلقنا. وديناها لدكتور ثاني في نفس الوقت قال لها ده الميه يا بنتي حوالين الجنين ناقصه والدم مش كويس. يا فندم المشيمه دي ما بتشتغلش كويس، الست دي بيحصل لها عجز بدري في المشيمه، بيحصل لها شيخوخه مبكره في المشيمه بتاعتها. بس هي على فكره طول الحمل كانت بتاخد كليكسان يا دكتور. ايوه، حتى لو الجرعه بتاعته مش كفايه، بدليل ان دكتور الدوبلر قال الدوبلر مش كويس. ما هو الدوبلر ده يا فندم تنبؤي، مشكله الدوبلر، ميزه الدوبلر في ايه؟ انه تنبؤي. تنبؤي يعني ايه؟ يعني لما نعمله في نص الحمل كده بيكتب لنا ان ده في احتمال عالي ان الست دي يتطور الدوبلر لتطور سيء، عشان كده الراجل قال لها تعالي كل اسبوع 10 ايام. يعني بتاع الدوبلر كان كلامه صح. اه طبعا، انا ما اعرفش بس مش هو اللي شاف. هو الدكتور الثاني فوجئنا بيه بقى، قال لها لا اعملي الدوبلر، فالدوبلر قال لا بين ان في نقص في الدم
والميه مش مظبوطه. الدكتور قال لا الولد ده على تقريبا الاسبوع ال 32 33 الولد ده لازم ينزل. ايوه لانه هيموت جوه. بتحط في حضانه اسبوعين. نزل واتحط حضانه في اسبوعين وتوفاه الله. دلوقتي احنا ماشيين بقى في دوامه مش عارفه انا الجا لمين ولا اعمل ايه للاسف الشديد. لا الموضوع سهل ان شاء الله. الموضوع سهل ان شاء الله. الموضوع ده مش صعب يعني. الست دي عندها اجسام مضاده تحدث تجلطات في المشيمه تؤدي الى وفاه للجنين. كويس؟ الدرجه من المرض، هذا المرض بيحدث فيه نشاطات مع كل مره يقل او تزداد مرات الحمل يقوم نشاط المرض يزيد، فزي ما انتم سامعين كده اول مره عاش الطفل لحد اول التاسع، المره اللي بعديها عاش لحد اول الثامن وبعدين ولا اخر السابع وبعدين قالوا ده لازم ينزل لانه مش هيقدر يعيش اكتر من كده، لو كان ترك كان هيموت في نص الثامن. الموضوع بيتطور، بتاخد حقن تحت الجلد هايل، والحقن اللي حضرتك قلتيها كويسه جدا، بس الجرعه قد ايه؟ طب والحكم على الجرعه دي؟ يجي بس حد يقول لي ده كان بتاخد 40، ده كان بتاخد 60، لا الحكم مش ليا ولا له ولا للرقم. الحكم للدوبلر. الدوبلر هو بقى اللي بيقول ان الجرعه دي احدثت سريان جيد للدم في المشيمه. فدكتور الدوبلر لما بنعمل دوبلر، هو دايما الستات نقول لها المفروض تعملي سونار ثلاثي الابعاد، وطبعا ما فيش فرق بين ثلاثي ورباعي اللي حضرتك قلتيهم، قلتي عملت ثلاثي ورباعي، هما الاثنين حاجه واحده يعني، ده بس برضو تزايد من دكاتره نساء عشان يفهموا الست ان علينا الرقم فعلينا التكنولوجي فعلينا السعر يعني، لكن هما حاجه واحده. المهم يعني لما تعمل سونار ثلاثي الابعاد بنعمل معاه دوبلر، وده عند حاجه و20 اسبوع. الدوبلر هنا تنبؤي بيقول لنا الجرعه اللي احنا ماشيين عليها كويسه ولا لا، محتاجين نزود الجرعه ولا لا، في سريان دم كويس ولا لا، ولا وحش ومحتاجين ان احنا الحمل ده خطر زي ما دكتور الدوبلر قال لكم ومحتاج رعايه خاصه. طيب السيده دي دلوقتي محتاجه تعمل ايه؟ محتاجه انها تمنع الحمل لفتره، محتاجه تروح لاثنين دكاتره مش لواحد، دكتور نساء وتوليد ودكتور امراض دم، عشان تتعالج الاجسام المضاده دي ويتعمل لها تهبيط واحداث لسيوله تامه في الدم من قبل حدوث الحمل، ثم تحمل مع ضبط للجرعه، وضابط الجرعه هو دكتور الدم ودكتور الدوبلر مش دكتور النساء. دكتور النساء متابع بس في هذه الحاله، رايه استشاري، الراي الاعلى دلوقتي هو الدكتور امراض دم ولدكتور الدوبلر. وان شاء الله الموضوع سهل وبسيط، هو للاسف انه اتكرر مرتين الحاله بقت اصعب، لكن وارد ان شاء الله ان نكمل باذن الله تعالى. معنا اتصال تليفوني اخر. سلمى اتفضلي. السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ عليكم السلام يا فندم، اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا والده سيزيريان من 3 سنين و8 شهور. ايوه. وشلت اللوب من سنه وشهرين. ايوه. وما حصلش حمل لغايه دلوقتي، وحصل لي سقط يوم 26/10. ايوه. عرفت يعني ان عندي، الدكتور اخر دكتور قال حملت على ايده يعني، قال لي عندك تكيسات وكده، اداني منشطات، والحمل ده كان بالمنشطات ونزل على طول. قعد بعد اختبار الحمل 15 يوم ونزل على طول. ايوه. وبعد كده فضلت اخد في المنشطات وكده وما نفعش. بعد كده رحت عند الدكتور، عمل لي طلب مني التحاليل. اقول لك التحاليل يا دكتور؟ اتفضلي. البرولاكتين 12.4. والاي 2 73. والال اتش 13.8 و8. والاف اس اتش 10.3. والتي اس اتش 0.9. هي الدوره بتاخر؟ لا، كان بيديني اللي هو على طول، كان يديني منشطات والسايكرو بروجنوفا اللي هو الابيض البني ده. يبقى الدوره بتتاخر، بس هو حضرتك بتقولي لا، حضرتك بتقولي لا لانك بتاخدي دواء بينزلها. العلاج ده غلط، ما كانش المفروض يديهولك يعني، انا دورتي مظبوطه. بس فالدكتور ده قال لي هرموناتك عاليه. الهرمونات يعني نسبها مش حلوه. ها يا دكتور؟ اصل انا طلب لو علقت هقول لحضرتك هرمونات ايه اللي عاليه؟ واداني فوستيمون، وقال لي لازم متابعه تبويض في مركز اشعه، فمش عارفه اتابع تبويض من يوم الكام بعد ما تخلص الحقن اللي هي هتخلص يوم العاشر، هبداها من الخامس هتخلص العاشر. اتابع من امتى بعد ما تخلص الحقن التبويض ولا من فين؟ حاضر، هجاوب حضرتك. للاسف الشديد ان اتصال حضرتك عشان اتابع التبويض امتى؟
بينما إجابة حضرتي هتبقى ما تاخديش منشطات. ليه؟ هو أنا مش محتاجة منشطات؟ لا طبعا محتاجة منشطات، لكن أي منشطات في ظل وجود هذا الخلل؟ حضرتك لسألتيني بقى، كنت أتمنى أن أسمع إيه رأيك في التحاليل اللي حضرتك قلت لي أقولها لك يا دكتور، وبعدين قلت لي قال لي هرموناتك عالية. هرمونات إيه اللي عالية؟ أنهي هرمون اللي عالي؟ هو ده اللي لازم تحصلي على إجابة له. طيب هرمون كذا اللي عالي وده معناه إيه يا دكتور؟ وده معناه أن عندي مرض إيه؟ وده بسبب إيه؟ ومش نعالج السبب ده يا دكتور، وياك حد يقول لك مالوش سبب. ها حضرتك عندك تكيس مبيض من درجة شديدة اللي محاولات التنشيط فيها، إذا كان التحليل صحيح، إذا كانت التحليل صحيح، إذا كانت التحليل صحيح، لأنها كل يوم بتعرض عليها تحاليل فبعض فيها رأي طبقا بعتقد أن التحليل دي ممتازة يعني معمولة في حتة كويس. فالتحاليل دي محتاجة لضبط الخلل الهرموني قبل أخذ منشطات عشان يحصل استجابة ويحصل تنشيط ويحصل تبويض ويحصل حمل، وإذا حصل حمل يكمل. معانا اتصال تليفوني آخر. أم أحمد تفضلي. أم أحمد معانا؟ طيب اسم اس كده سريعا. أنا أم إياد، أجهضت أول حمل ثم وهب لي الله إياد، أجهضت 3 مرات متتالية، عمري 23 سنة، أتمنى تقولي ما الفحوصات اللازمة. لا برضو مش هنقدر نقول لحضرتك فحوصات لازمة، لازم تروحي لمتخصص هو اللي هيقدر يبتدي مع الفحص يرجح أسباب يقوم يعمل لها فحوصات. عملت فحوصات كتيرة، من هذه الفحوصات فحص المناعة كان 32%، لا أدري ما هو فحص المناعة وما فيش حاجة اسمها كده يعني. الفحص الثاني للفيروسات نسبته 1600، الفيروسات والميكروبات وكل ما هو ينتهي بآد ده ليس سبب للإجهاضات، وهذا كلام بطل من الطب إلا في دولة واحدة فقط، أرجو من الله أن يعافي العقول فيها. معانا اتصال آخر. ألو. أيوة يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور. أيوة يا فندم تفضلي. انا رحت الدكتوره قبل كده، انا جالت لي عندي كيس ميه. ايوه. فروحت لها مره تانية، راح جات لي لا ما عندكيش حاجه. أيوه. رحت بعد كده للدكتور تاني. أيوه. قال لي لا عندك كيس ميه، فاداني علاج يعني، هو قال لي يعني نسبته قليله يعني. فرحت له مره تانية قال لي عندك كيس الميه حجمه بقي يعني 7 سم، روح اعملي له عمليه. ايوه. رحت بعد كده انا عملت اللي هي، رحت للدكتوره تاني شكيت يعني، رحت قالت لي الدكتوره لا ما عندكيش حاجه، عندك كسل في المبيض. فرحت بعد كده يعني الدكتوره تاني شكيت، قالت لي عندك كيس ميه 7.5 سم يعني. ايوه. دلوقتي هي قالت لي اديكي منع الحبل برشام يعني يزيح كيس الميه بدل العمليه. فحضرتك دلوقتي اعمل العمليه ولا اخد كيس ولا اخد قصد اللي هي دي البرشام اللي قالت لي عليه من الحبل؟ حاضر. اولا يعني صعب جدا ان واحد يتقبل ان في 6 آراء لدكاتره متردده ومتارجحه بين وجود كيس ميه وعدم وجوده، ودي حاجه سهل جدا لاي حد يعمل سونار مهبلي، سونار مهبلي هيكتشفه. اذا اكتشفنا كيس ميه فاكياس الميه غالبا عباره عن بويضه كبرت ولم تخرج في معظم الاحيان، وعلاجها سهل جدا بايقاف المنشطات اذا كانت الست بتاخد منشطات او اخذ حاجه لتهبيط نشاطها للمبيض زي اقراص منع الحمل، وهي تعطي نتيجه جيده. لكن الكلام ده غالبا نادرا ما بيصلح في السيدات اللي بيبقى حجم كيس الميه كبير، او كبير دي معناها انه يتجاوز 5 سم، فاذا كان كيس بيتجاوز 5 سم نادرا ما بيستجيب للعلاج، فناخذ العلاج كمحاوله ولكن ما بنبقاش املين ان بنسبه كبيره هيحدث استجابه. فاذا لم يحدث استجابه او اذا اثرنا ان ما ناخدش العلاج من الاساس نلجا الى الجراحه، وطبعا أسوأ الجراحات اننا افتح البطن، ودي الجراحة التي لا يجب ان حضرتك تقبلي بعملها ابدا، وان تحتفظي بالكيس على المبيض والا تعالجيه مطلقا افضل 1000 مرة من ان حد يفتح البطن فيزيل هذا الكيس فيحدث التصاقات فيدمر فرص السيدة المستقبلية في حدوث الحمل. وبالتالي العلاج يجب ان يكون فقط عن طريق التدخل بالمنظار لإزالة هذا الكيس عند متخصص في جراحة المناظير، وأرجو أن يكون متخصصا في جراحة المناظير. وحضرتك هتعرفي في كده بحاجة واحدة بس، إن هتلاقي حد عمل عملية أم خارم الكيس ونزل المية اللي فيه وشفطه أم روح، فالكيس يرجع الأسبوع اللي بعده. أما جراح المناظير هتلاقيه إن الكيس ده هيستأصل جدار وهيخرج لحضرتك نسيج هو جدار الكيس، وهيقول لحضرتك خدي حلليه، وهذه هي الخطوات الطبية الصحيحة ولا تجرى إلا عند متخصص لكي لا نزيد الطين بلة. معنا اتصال تليفوني آخر.
ريهام اتفضلي. اتفضلي. ايوه يا فندم اتفضلي. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك. دكتور معلش انا كنت بكلم حضرتك وبعدين الخط قطع. ايوه يا فندم. انا هكمل لحضرتك. انا بعد ما حصل لي حمل اول شهر من الجواز فالجنين ما وصلش للرحم، فالدكتور قال لي الجنين ده لازم ينزل، وبناء عليه عمل لي سونار ثلاثي الابعاد عشان يشوف بطانه الرحم، وعشان يشوف نسبه، عمل لي تونر رباعي عشان يشوف نسبه ضخ الدم جوه الرحم، جايز تكون اي حاجه من الاسباب دي. وبعدين قال لي ما فيش اي حاجه من الكلام ده، وعمل لي اجسام مضاده طلعت نيجاتيف، وعمل لي تحليل الغده الدرقيه ما طلعش فيها حاجه. المهم قال لي وقفي المثبتات وهو البيريود هتنزل لك عادي. فعلا انا وقفتها نزلت البيريود عادي، بس هو عمل لي بعديها عمليه تنظيف. بعد كده البيريود جات لي بعد 40 يوم بالظبط، بس جات لي بنزيف، فهو اضطر يديني علاج يوقف النزيف، وبعدين عطاني منع حمل لمده شهر. ليه؟ بعد منع الحمل بقى عطاني كلوميد لمده شهرين، وابره منشطه كوريمون في اليوم ال 11 من البيريود اخدها اليوم ال 12، وبعدين قال لي يومين ورا بعض، وبعدين يوم ويوم، بس للاسف يعني ما حصلش نصيب ان يحصل حمل. هل كده انا محتاجه اعمل اي حاجه تانية، ولا اسيب نفسي كده، ولا اتابع زي ما انا؟ حاضر. محتاجه تروحي لحد اكثر تخصصا. ده التعليق النهائي يعني. تمام؟ ومحتاجين تفسير حضرتك خدتي قرص من الحمل ليه؟ ومحتاجين تفسير النزيف حصل ليه؟ ومحتاجين تفسير الدوره بعد الاجهاض اتاخرت ليه؟ والتفسيرات دي كلها في حاجه واحده الحقيقه، في كلمه واحده. بس لما هتروحي لحد اكثر تخصصا هتحصلي على تشخيص مبني على قواعد صحيحه وعلى تحاليل. زي برضو كده ما في اس ام اس، ما هو اسم الفحص الهرموني لتكيس المبايض؟ انا بستقبل الحقيقه ده كل يوم، وقد اليت على نفسي وقلت قبل كده ان مفيش تحليل بيطلب الا بفحص. حضرتك بتقولي ايه التحاليل المطلوبه لتكيس المبايض؟ في تحاليل مطلوبه لبيان الست عندها تكيس مبايض ولا لا. لما نشك في ده، نشك في ده بايه؟ بان الست تتوجه لعياده طبيه فيتم اخذ التاريخ المرضي منها وفحصها، وبناء عليه نرجح بعض الاسباب فنقول لها اعملي فحوصات كذا وكذا وكذا. في اسم اس الحقيقه مر من اثنين من العراق، وانا بحيي اهل العراق على تواصلهم الشديد مع البرنامج اللي اتضح في الحلقات الاخيره. دكتور انا حامل في نص شهر خامس وما بيتحرك، شو السبب؟ نجله من بغداد. بص يا نجلاء، البكريات قد يتاخر احساس اللي هم الحوامل اول مره، يعني يتاخر احساس السيده بحركه الجنين لحد منتصف الشهر الخامس، وهو ما فيش طفل ما بيتحركش لحد منتصف الخامس، الطفل بيتحرك من الشهر الثاني والثالث، لكن السيدة لا تشعر بحركته إلا في نهاية الرابع أو نهاية الخامس طبقا لخبرتها السابقة وتركيزها في الإدراك الحركة. وإذا كنا حاسين أن الحركة قليلة فنروح نعمل فحص بالموجات الصوتية سونار علشان نشوف هل في مشكلة ولا لا. فإذا كان في ما فيش مشكلة يبقى هي المشكلة أن الست مش حاسة بالحركة، مش المشكلة في الحركة. طبعا في أسباب عضويه وباثولوجيه ومرضيه تؤدي لان الحركه تبقى ضعيفه، لكن لا اظن الكلام ده بيكتشف بالسونار. بيتهيألي ان المشكله هتبقى في ادراك حضرتك للحركه مش في حركه الجنين في حد ذاته. معانا اتصال تليفوني اخر. الو. ايوه يا فندم. ايوه يا دكتور. اهلا. لو سمحت يا دكتور، انا عندي ورم ليفي على الرحم. ايوه يا فندم. وفي كيس ميه على الناحيه الشمال. حجمهم قد ايه يا فندم؟ نعم. حجم الورم اللي فيه قد ايه وحجم الكيس؟ 8 سنتي والكيس الميه 6. 6؟ اه. وحضرتك سنك كام سنه؟ عندي 43. 43 سنه. وفي اعراض يعني عاملين اعراض؟ في نزيف يا دكتور، ولما باخد الحبوب فبيخف، وبعد كده لو يوم مثلا ما خدتش الحبوب دي فبيرجع تاني زي ما هو. طيب. مره قعد 40 يوم وبعد كده بتاع 15 يوم ما فيش حاجه، وبعد كده لما جت الدوره معاد الدوره رجع ثاني برضه قعد 13 يوم النزيف شغال ومشى. طيب. يوم واحد. والدكاتره نصحوا حضرتك بايه؟ نعم. الدكاتره نصحوا حضرتك بايه؟ فمديلي الحبوب هو يا دكتور يعني. يعني هم قالوا لك تاخدي حبوب بس؟ ايوه مدينها لي. لكن ما قالولكيش ان ده يتعمل له جراحه يعني؟ لا، وقال لي هو ده يعني لوفه بس مش ما تذكرش يعني، دي حته حاجه صغيره. هو قال لك حجمها 8 سنتي. مكتوبه في التقرير بتاع الاشعه. مكتوبه في التقرير بتاع الاشعه 8 سنتي، بس قال لك دي حجمها لا تذكر. اه.
عشان يا دكتور انا كنت عامله يعني في ورم كان عندي في القولون وعامله له استئصال، فهم مش عايزين يعملوا جراحة في البطن بتاع حضرتك لانك عاملة جراحة قبل كده. طيب انا هجاوب حضرتك حاضر. طبعا الورم الليفي اللي محدثا لاعراض يجب التدخل معاه حتى لو كان حجمه سنتي، طالما احدث اعراض او لو كان حجمه كبير فنتدخل معاه حتى لو لم يحدث اعراض، فده حجمه 8 سنتي وده حجم كبير جدا. تمام. والاقراص اللي انا حضرتك بتاخديها مش عارف اقراص ايه، كمان في كيس مية على المبيض وحجمه 6 سنتي وده برضو حجم كبير، ودول يستدعوا تدخل. الست دي هاي سيرجيكال ريسك، مشكلتها ان الجراحة فيها حاجة صعبة لانها اجرت جراحة قبل كده وجراحة في القولون وعملها استئصال، وخايفين من التصاقات شديدة بين الامعاء والقولون وجدار البطن واعضاء الحوض، فخايفين من جرح الامعاء اثناء الجراحة. لكن هذا لا يعني اننا العلاج بتاعها هو كده هو العلاج المظبوط، ففي أدوية ممكن حضرتك تاخديها عشان تساعد على ضمور الورم الليفي ده. في حاجة اسمها الأشعة التداخلية، إنها نغلق الشريان المغذي للورم الليفي عشان يقل حجمه وبالتالي يقل أثره. في إحداث سن يأس زائف لانقطاع الدورة عشان أقلل هرمونات الأنوثة اللي بيتغذى عليها وعشان أقلله. في محاولات أخرى مش منها الطريقة اللي حضرتك بتاخديها طالما كمان مفيش استجابة وفي نزيف شديد. معانا اتصال تليفوني آخر. رباب اتفضلي. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. حضرتك البريد اول يوم النهارده وهتنتهي يوم 2/4 ان شاء الله، فكنت عايزه اعرف ميعاد التبويض امتى. وفي سؤال تاني لو سمحت. ايوه. تباعد فتره الجماع ممكن تاثر على حركه الحيوانات المنويه؟ التباعد؟ ايوه، يعني مثلا كل 10 ايام او 15 يوم؟ لا ما بتاثرش. ماشي شكرا. كنت عايزه اعرف ميعاد التبويض امتى بس يا دكتور. حاضر. ميعاد التبويض زي ما قلنا، وارجو الا اسال هذا السؤال مره اخرى، لا يمكن الحكم عليه تليفونيا. فميعاد التبويض ده محتاج ان احنا نقعد الست قدامنا ونشوف دورتها بتيجي كل كام يوم، ونتابع الكلام ده لعده شهور متتاليه عشان نصل لقرار. ثم يجب عمل متابعه لده بالسونار المهبلي في الايام اللي احنا بنرجحها. وفي الاغلب، بس عشان نبقى نقول لحضرتك، في الاغلب معظم السيدات ايام التبويض بتاعتهم بتتراوح ما بين اليوم العاشر ليوم ال16 من بدايه الدوره، لكن القطع في ده هو بالمتابعات اللي بالطريقه اللي انا بقولها دي. اما من ضمن المعتقدات الخاطئه عن المشاكل اللي بتحدث اثناء العلاقه الزوجيه، اللي هو السؤال الاسئله المتكرره بتاع انام على ظهري قد ايه بعد الجماع، ولا دقيقه مطلوبه، بينزل السائل المنوي كله، ده العادي والطبيعي. التباعد كثره الجماع ممكن تؤثر على السائل المنوي، ايوه بس ده لو كان بكثير بشده وبمعدل مرتين ثلاثه في اليوم مثلا وبايام متتاليه. وتباعد فترة الجماع يؤثر على الحيوانات المنوية؟ لا لا يؤثر. سريعا بس عشان ما نتأخرش على الناس في الاس ام اس، في اس ام اس اخرى من العراق. انا من العراق وحامل في الشهر الثالث واعاني من نزيف بين فترة واخرى مع المثبتات. طالما اطمننا ان الحمل كويس بالسونار يبقى يجب التزام الراحة واخذ المثبتات، وان شاء الله هذا ما يعرف باجهاض منذر. اي نزول لدم اثناء الحمل والست تركيز الحمل بتاعها كويس فهذا اجهاض منذر. باذن الله 50% من الحالات او اكتر بيستجيبوا لعلاج الدوائي والراحة والحمل بيستمر بدون اي مشاكل. في اس ام اس، انا عندي تكيس مبايض باخد سلوفاج، ده الاسم اللي بتنطقه 80% من المريضات المصريات وهو اسم غير صحيح يعني كالعاده يعني، وحبوب لعلاج مش عارف ايه. وهل هيحصل حمل؟ هل هيحصل؟ يعني سؤال عن المستقبل، الغيب يعلمه رب الغيب، هو السؤال اللي نساله. هل ده علاج جيد؟ ايوه علاج جيد مجدي. اللي يسأل في الكلام ده هو الطبيب المتخصص اللي حضرتك تروحي له، لكن دي واحد من طرق علاج تكيس المبايض. نعم. قبل ما ننهي بس عندنا SMS، انا عملت حقن مجهري مرتين، المرة الاولى قالوا في شريان في الرحم ضيق، اول مرة اسمع الجملة دي، ومفيش دم جنين ومفيش حمل. والمرة التانية قالوا البطانة ضيقة، طب اسمع البطانة رفيعة ما بتنموش ما بتستجبش لكن ضيقة. دلوقتي عملت منظار وقالوا ان الرحم ضيق من جانبي الانبوبة اليمين ووسعته، انا اعمل ايه وفي اجنة مجمدة؟ لو سمحتي روح اعملي اشعة بالصبغة او منظار، اسف سونار مهبلي
متقدم ثلاثي اللي هو رباعي الأبعاد مع حقن محلول داخل الرحم مع جهاز لبيان سريان الدم في بطانة الرحم، وده بيتعمل في مراكز متطورة وقليلة عشان بيان حالة الرحم وبطانته قبل إعادة محاولة الزرع للأجنة المجمدة. الكلام اللي حضرتك قلتيه ده كلام طبيا أنا مانش فاهمه، يبدو أن الألفاظ اللي قيلت لك ما هياش ألفاظ علمية صحيحة، عشان كده مانش عارف أعمله. أنا متشكر لحضراتكم جدا كل السيدات وكل الأنسات، للأسف كالعادة الوقت مر بينا، أرجو نكون بالبشرة جينا، وزي ما بنسعد بحضراتكم تكونوا بتسعدوا وبتستفيدوا بينا. أرجوكم الدعاء أن يرزقنا الله الإخلاص في القول والعمل، أن يرزقنا الله العلم والعمل به. كل السيدات وكل الأنسات بإذن الله أجلكم في معادي بلا تأخير، حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي الوعد والعهد دايما بينا بشرة خير. بشرة خير والله وهلت، والله وهلت، والله وهلت، والله وهلت، والبركة في البيت حلت.